السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنكمل شرح اللي بدأناه. هيبدأ شابتر 5 اللي بيتكلم عن تلفزيون ريسيفر. في الشابتر ده هنتكلم عن المونوكروم تلفزيون ريسيفر، وزي ما قلت وبكرر تاني ان الكالر تلفزيون ريسيفر هو المونوكروم. المونوكروم يعني ابيض واسود، مقصود بيه احد اللون يعني ابيض واسود، والكالر تي في ريسيفر اللي هو فيه الوان، الجزء بتاع المونوكروم هو موجود في الكالر تي في، وبيضيف عليه بس الاستقبال او الاشاره بتاع الالوان، فبيستقبلها وبيركبها على الصوره. ده فين؟ عشان يحقق حاجه اسمها الكومباتيبلتي اللي اتكلمنا عنها في شابتر 1، ان الكومباتيبلتي لو التلفزيون كالر تي في او مونوكروم تي في وفي كالر ترانسميشن ومونوكروم ترانسميشن، يعني في محتوى بيتم ارساله ابيض واسود او الوان، وفي تلفزيون الوان وفي تلفزيون ابيض واسود. الحالات دي كلها لازم تبقى مظبوطه، وقلنا عشان نحقق الكومباتيبلتي لازم لو ارسال تلفزيون، لو محتوى مرسل الوان ابيض واسود، تلفزيون الالوان يستقبلهم الابيض واسود، يستقبلوا ابيض واسود ويعرضوا ابيض واسود، والالوان يستقبلوا الوان ويعرضوا الوان. ونفس الكلام لو تلفزيون ابيض واسود يستقبل المحتوى المرسل ابيض واسود ويعرضه باسود، والمحتوى المرسل الوان يعرضه ابيض واسود. فعشان كده عشان يحققوا الكومباتيبلتي ده هتلاقي كده كده المحتوى اللي بيتم ارساله بيتبعت عينه ابيض واسود، والالوان بتتبعت لوحدها في اشاره لوحدها، فالتلفزيون الابيض واسود ياخد الابيض واسود بس ويعرضه، والتلفزيون الالوان ياخد الابيض واسود والالوان جزء الالوان الاثنين مع بعض ويركبهم ويعرضهم الوان. ده كان زمان قوي قوي، يمكن قبل ما انت تتولد، وكان في حاجه اسمها التيوبس، دي كانت بتعمل او بتحل محل السورد ستيت ديفايسز اللي هي السيمي كوندكتور ديفايسز، الدايد والترانزستور والاي سيز، فكان بيحلهم بيحل بيشتغل بالتيوبس بدل الكلام ده، قبل الكلام ده ما يتم اختراعه او يتم تصنيعه. فكان زمان في تيوبس بس، وبعد كده ما عملوا السيمي كوندكتور بقى في سيمي كوندكتور بس، يعني في اول تيوب ريسيفرز وفي حاجه اسمها سورد ستيت ريسيفرز. الاول تيوب ريسيفرز كلها تيوبس بس، اللي كانت عباره عن صمامات بيسموها صمامات مفرغه، عباره عن صمام بيعمل محل الدايود والترانزستور والاي سيز، كانت بتسرق باور عاليه قوي، كان حجمها كبير وكانت تقيله قوي وحجمها كبير وتسرق باور عاليه، وكانت سهله الكسر بطريقه بسيطه خالص مع اي حركه ممكن تتكسر. السوليد ستيت ريسيفرز اللي هي معموله بالسيمي كوندكتور، سواء كان دايود او ترانزستور او اي سيز، ودي اللي موجوده دلوقتي. وكان هايبرد ريسيفر كان عباره عن دايره ريسيفر خليط من التيوبس والسيمي كوندكتور، ده مبقاش موجود برضه، لا ده موجود ولا التيوب ريسيفر موجود، اللي موجود دلوقتي كله سوليد ستيت ريسيفرز. ده شكل مبسط للريسيفر اللي هو المونوكروم ريسيفر. هناخد كل جزء من الريسيفر ده لوحده، ونعرف القيم دي جايه ليه ومعموله ازاي. كل جزء ان شاء الله بالتفصيل هنتكلم عنه خلال المحاضره دي والمحاضره الجايه باذن الله. اول حاجه، اول جزء اساسي في اي ريسيفر وايرلس بيبقى الانتنه. الانتنه بتاع التلفزيون كان اشهرهم على الاطلاق الدايبول، وكان طوله عباره عن لمضه على 2 من تردد المستقبل. فانا كان عندي محطات كتير بتاخد السنتر فريكونسي بتاع المحطات كلها، يعني انا مثلا عندي 4 محطات او 5 محطات، كل محطه لها باند، اشوف الباند ده من كام لكام. مثلا ال5 محطات مثلا من 10 ميجا ل 200 ميجا، يبقى السنتر بتاعهم تقريبا 105 ميجا، يبقى اعمل الريزونت فريكونسي بتاع الدايبول انتنا عند 105 ميجا، وبالتالي ده كان قادر انه يستقبل كل المحطات دي بصوره كويسه. كان التطور بتاع الدايبول انتنا حاجه اسمها الفولد دايبول انتنا، وبرده طوله لمضه على 2، وكان الفولد دايبول ده كفاءته افضل من الدايبول عشان يغطي الباند بتاع المحطات كلها. طوروه اكتر بحاجه اسمها الياجي انتنا، والياجي انتنا عباره عن دايبول انتنا. انت بص دور على الاسماء دي على النت، هتلاقي الياجي انتنا عباره عن دايبول في قبله ريفلكتور واحد وفي كذا دايركتور عشان يحسن خصائص الاستقبال بتاع الانتنة، سواء كان دايبول او مونوبول او ياجي انتنة، كان دايما بيحطها هوريزونتال. الكلام ده بيستقبل الاشارة بتاع الـ VHF او الـ UHF
بصورة كويسة. الكلام ده انا بتكلم كل الانواع الانتنز دي اسمها اوتدور انتنا، انتنز بتتحط بره البيت على السطح مثلا في مكان عالي عشان تستقبل اشاره كويسه. لو انا بتكلم على تلفزيون او ريسيفر يعني جهاز تلفزيون قريب قوي من محطه الارسال، فكان بيستخدم دايما الاندور انتنا. شوف اسال والدك او اللي في البيت عندكم، كان زمان بيجي دايبول كده اريال على شكل حرف في 7، يعني رمز رقم 7. كان الدايبول ده بيتحط جوه التلفزيون بيسموه ايريال داخلي او اندور انتنا، وكان بيستقبل اشاره كويسه طالما البيت او مكان الريسيفر قريب او من محطه الارسال. لو بعيد عنها ايريال ده ما ينفعش، ما بيجيبش اشاره، لازم تحط ايريال خارجي اللي هو اوت دور انتنا، سواء كان دايبول او مونوبول او ياجي انتنا. الهوائيات دي اتطورت اللي هو اكتر، وبقى في حاجه اسمها بوستر، اللي هو كان الاريال عباره عن طبق فوق صغير كده برضه في ياجي وفي ياجي انتنا مع الطبق الصغير ده عشان يستقبل اشاره اقوى في اماكن. لو الاماكن بتاعتك او البيت بتاعك بعيد عن الارسال، فلازم تجيب البوستر ده عشان تستقبل اشاره كويسه. انا ما يهمنيش قوي في الانتنا هنا، انا بس ابقى عارف نوع الانتنا المستخدم ايه وبيظبطه ازاي. فانت عارف الياجي، اعمل ياجي، اعمل بس على ياجي على جوجل، ياجي انتنا والدايبول والفولد الدايبول، هتلاقي شكلهم بسيط قوي والموضوع كان سهل. يمكن عشان هو كان قاصدين يعملوا كده، عشان زي ما اتفقنا قبل كده اي وايرلس سيستم، اي وايرلس ترانسميشن سيستم بيقيس التكلفة على حسب عدد الارسال والاستقبال. مش فاهم احنا بنتكلم مثلا، لو بنتكلم على محطة الاذاعة او الراديو يعني اللي هو الاذاعي الاذاعة، هتلاقي عندك محطة واحدة، محطتين إرسال، 10 محطات، كل محطة لها يعني كل محطة على الراديو لها محطة إرسال. لكن عندك كام ريسيفر؟ عندك ملايين الملايين الريسيفرز الموجودة تستقبل الراديو ده. فكان يهمني أو يهم اللي بينشئ السيستم ده يخلي الريسيفر رخيص ويخليه بسيط. خلي بالك التكلفة والتعقيد بتاع السيستم دول حاجتين غير بعض، يعني ممكن يبقى السيستم رخيص ومعقد، ممكن يبقى معقد وغالي، ممكن يبقى بسيط وغالي، ممكن يبقى بسيط يعني مش معقد ورخيص. فكان يهمه انه يخلي السيستم بسيط قوي ويكون رخيص. طيب لما يجي يوصل الانتنه من الانتنه للريسيفر، كان في نوعين من الكابلات، حاجه اسمها التويستد، حاجه اسمها البارل واير او الليد واير. دول كان سلكين متوازيين بيسمى سلك البطل زمان كده، برضو اعمل بحث عليه على الجوجل. وكان في حاجه اسمها الكوأكسل كيبل. التوين ليد واير ده كان عبارة عن سلكين بينهم بلاستيك، كانت الكاركترستيك امبيدنس بتاعته 300 اوم، وكان فيه ده كان مناسب جدا لليو اتش اف والفي اتش اف انتنا. لو ده ما ينفعش، في حاجة اسمها الكوأكسيال كيبل، ده عبارة عن مقاومته المميزة بتاعته او الكاركترستيك امبيدنس بتاعته 75 اوم. وكان العيب الكوأكسيال كيبل ان الاتويشن بتاعه وحش قوي او عالي قوي في اليو اتش اف اف في اليو اتش اف باند. يعني الكوأكسيال كيبل كان وحش جدا في اليو اتش اف باند، لكن كان مميز في الفي اتش اف باند. فدلوقتي التلفزيونات كلها اللي هي الحديثه، مش بتكلم على الشاشه، بتكلم على التلفزيونات القديمه اللي هي كانت ضخمه دي، اللي كان بيستقبل اليو اتش اف والفي اتش اف باند، كان دايما هتلاقي مدخلين للاشاره، واحد للتون ليد اللي هو سلك مبطط اللي هو سلكين متوازيين، وواحد للكوأكسيال كيبل. وزي ما اتفقنا ان الكوأكسيال كيبل كان سيء جدا في الفي اتش اف في اليو اتش اف باند. تمام. يبقى دلوقتي يهمني تعرف ان في نوعين من الكابلات اللي بيوصل الانتنه. احنا قلنا انواع الانتنه في اندور واوت دور. الاندور دي مش بتستخدم كتير، بس اللي يستخدمها اللي هو مكانه او بيته قريب من محطه الارسال او الاشاره عنده قويه قوي. تمام. فكان بيستخدم الاندور انتنا ويوصله بالتلفزيون ويستقبله زي الفل. العادي بتاع الناس كلها اللي بيستخدم اوت دور انتنا، وكان اشهرهم الدايبول او الفولد الدايبول او الياجي انتنا. وحديثا الكلام ده بيتكلم في الالفينات 2006 2007 2008، كان بيستخدم اكتشف او عمل او اخترعوا البوستر انتنا، ده كان بيجيب اشاره اقوى واحسن ترددات. الانتنه للريسيفر بيوصلها بتون ليد واير اللي هو سلكين متوازيين ده، او الكوأكسيال كيبل. كان الكوأكسيال كيبل عيبه ان الاتويشن بتاعه عالي في اليو اتش اف باند،
لكن في الفي اتش اف كان شغال كويس، التون ليد شغال في اليو اتش اف والفي اتش اف كويس. الكوأكسل كيبل مقاومته المميزه 75 اوم، الفي التون ليد كان مقاومته المميزه تقريبا 300 اوم. اما نكمل هنشوف اول جزء بعد الانتنه اسمه الار اف سيكشن. الار اف سيكشن اللي هو الجزء ده، الار اف سيكشن ده بيستقبل بالاشاره بامبليفاير، حاجه اسمها الار اف امبليفاير، يكبر الاشاره وبعدين يدخلها على ميكسر مع اللوكال اوسيلتور عشان يطلع في الاخر حاجه اسمها الاي اف فريكوانسي. هنا في كذا سؤال، ليه بيكبر ار اف امبليفاير؟ لازم بيكبر الاشاره، ويعني ايه اصلا ار اف امبليفاير؟ وليه بيكبر الاشاره؟ يعني الاشاره لو جت مباشره مش هتنفع تتكبر. الجزء ده لو في الريسيفر بتاعك بيستقبل يو اتش اف انتنا، بيستقبل يو اتش اف وبعدين يحوله لفي اتش اف عشان يكمل الصوره. يعني المحطات بتاعتك يستقبلها اول يو اتش اف، ينتقل يو اتش اف اللي هو الالترا هاي فريكونسي، وده الفيري هاي فريكونسي، اليو اتش اف اكبر كتردد اكبر، فيستقبلها يو اتش اف وبعدين يحولها عن طريق اللوكال اوسيليتور يحولها لفي اتش اف كانها جايه في اتش اف، وبعدين يخش يكمل نفس البروسيدر نفس الستيجز. طيب يبقى اللي عرفنا لو بيستقبل يو اتش اف بس عن طريق انتنا منفصله، عشان صعب نجيب انتنا واحده تغطي اليو اتش اف والفي اتش اف، لو الاشاره عندك وحشه قوي فصعب تجيب انتنا واحده تجيب الفي اتش اف واليو اتش اف، فبيستخدم اثنين انتنا، واحده يو اتش اف وواحده في اتش اف. انا فاكر طول عمري كنت بجيب انتنا واحده بس، كنت بجيب بوستر ووصله على الفي اتش اف باند بيجيب اليو اتش اف والفي اتش اف باند، تمام. فخلصنا من المرحله ديت، كنت بدخله دايما على اليو اتش اف باند عشان يحوله كله للفي اتش اف، تمام. خلصنا من المرحله دي، نخش هنا بقى ليه اصلا عاوز ار اف امبليفاير، ويعني الاول ار اف امبليفاير. يعني ايه امبليفاير؟ ده امبليفاير الباند ويدث بتاعه مظبوط على الار اف، على الار اف رينج اللي هو الراديو فريكوانسي رينج، اللي هو نطاق التوليد بتاع المحطات بتاع اللي هستقبلها. المحطات ديت ليها باند، هتلاقيه في الكتاب، هقول لك بس افتكر صفحه كام الباند ده. بسم الله، هديك بس معايا ثانيه. تقريبا شفت من كتاب كان القنوات كتير قوي موجوده، معلش كنت بدور لكم بس على البندات اللي موجوده. ادي البندات، هو برفع لكم صوره لوحدها، اللي هو الفي اتش اف باند، اللور في اتش اف باند، واللور والابر في اتش اف باند، واليو اتش اف، والبندين بتوع اليو اتش اف. دي القنوات اللي موجوده، الاولى والثانيه والثالثه، مش الاولى والثانيه والثالثه بتوعنا احنا، كان التلفزيون المصري اعتقد كان الثالثه والخامسه والسابعه، تمام. كل دوله او كل منطقه بتختار الارسال على محطه من دول حسب المنطقه نفسها وحسب التردد ده هيوصل مش هيوصل، كفاءته عامله ازاي. كان ما حاجه كده كتير كده بيسموها ايه، ستاندردز كتير كده او اسباب بتخلي ان الواحد يختار تردد معين يرسل عليه محطه او لا، تمام. عشان كده هتلاقي حتى بيكو لو انت عندك الراديو مثلا، شوف القران الكريم او نجوم اف ام او نغم اف ام، اي محطه من دول في محطه لا بتستقبل حلو جدا، محطه لا حسب طبيعه المكان، الرطوبه، الحراره، التضاريس الموجوده، البيوت عاليه ولا لا. فكان كل محطه، كل تردد من دول او كل تشانل من دول ماشي، في واحد بيستخدمه وفي ناس لا. المهم نرجع لمرجوع لكلامنا الاساسي. طيب عرفنا المحطات دي عامله ازاي. طيب يبقى الار اف امبليفاير ده امبليفاير بيكبر الار اف فريكونسي باند، يعني خصائصه بتشتغل صح او مواصفاته مظبوطه على التردد اللي بيكبر عنده. طيب انا محتاج ار اف امبليفاير، عاده لا الاشاره بتبقى جايه مظبوطه، يعني ممكن تخش على طول على الباقي السيستم وتكمل. انا محتاج ار اف امبليفاير ليه؟ محتاجه لثلاث اسباب اساسيه. اول حاجه السيجنال تو نويز ريشيو، السيجنال تو نويز ريشيو قليله، يعني نسبه السيجنال نسبه نويز مش عاليه قوي، وبالتالي يفضل عمل امبليفاير عشان السيجنال تعلى بالنسبه للنويز والاشاره نستقبلها كويس. طيب ليه اصلا انا بعمل لوكال اوسيليتور وبعمل الميكسر ده؟ ده اسمه التلفزيون ريسيفر، هنا اسمه سوبر هيترو داين ريسيفر. سوبر هيترو داين ريسيفر، معرفش تخطيه في اتصالات ولا لا. سوبر يعني كفاءته كويسه جدا عاليه قوي، هيترو داين يعني مغاير ريسيفر، يعني مستقبل مغاير
وكفاءته عاليه. يعني ريسيفر يستقبل اكتر من قناه، اكتر من تردد، وكفاءته عاليه في كل الترددات دي. طيب ايه المشكله؟ المشكله ان ما ينفعش اعمل امبليفاير الباندويث بتاعه كبير قوي يكبر كل المحطات دي. يعني ايه يا دكتور؟ الامبليفاير اقدر اظبطه على الباندويث ثابت او صغير عشان الجين يبقى عالي. عندي حاجه اسمها الجين باندويث برودكت، حسب ضرب الجين مع الباندويث دي قيمه ثابته لاي امبليفاير، وبالتالي كل ما الباندويث يكبر كل ما الجين يقل، والعكس بالعكس. فانا محتاج الجين عالي قوي عشان الاشاره تكبر قوي واقدر استقبلها بصوره جيده، فلازم الباندويث يقل. وانا عندي محطات كتير اقدر استقبلها، وممكن بكره الصبح اشتري تلفزيون النهارده او راديو النهارده، تاني يوم الصبح يعملوا محطات جديده وبالتالي الراديو بتاعها هرميه. فكان لازم يعملوا راديو او تلفزيون يغطي كل الترددات المحتمله في الباندويتس كله، تمام؟ فعملوا حاجه اسمها الانترميديت فريكونسي، الاي اف فريكونسي اللي هو ده. فالنظام بتاع اللي هو 625 بي اللي احنا شغال عليه في مصر، ده الاي اف فريكونسي بتاع البيكتشر، وده الاي اف فريكونسي بتاع الساوند، والفرق بينهم كام؟ 5.5 ميجا، تمام؟ ده الاي اف بيكتشر والاي اف بتاع الساوند. البيكتشر 38.9 ميجا هرتز، الساوند 33.4 ميجا هرتز. اي شارت فيديو بتيجي، اي قناه تلفزيونيه بستقبلها، بحولها من التردد بتاعها لتردد الاي اف بيكتشر وتردد الاي اف بتاع الساوند. القناه الثانيه بتاع مثلا القناه الاولى كان لها تردد معين، يبقى اما بدور المؤشر او اتك على الريموت اجيب القناه الاولى، بيظبط اللي هو اللوكال اوسيليتور ده، تمام؟ والار اف ده الاثنين مع بعض، بص الدايره ديت تفصيلها اهوت، يروح ظابط لي الار اف او الباند ويدث بتاع الار اف ده، يظبطه على القناه الاولى، ويظبط لوكال اوسيليتور على القناه الاولى، بحيث الترددين دول لما ينطرحوا من بعض يطلع لي هنا الاي اف فريكونسي بتاع القناه الاولى هنا. مش فاهم؟ طيب انا عايز اجيب القناه الاولى، تك على زرار القناه الاولى، التيوند امبليفاير هنا او الامبليفاير اللي هنا يتظبط على باند يستقبل بيه محطة القناة الأولى اللي هو كام؟ طيب بلاش القناة الأولى، خلينا في الأرقام عشان يبقى سهلة. هو هنا ظبط على القناة الرابعة. شانل الرابعة ديت من 61 ل 68 ميجا، من 61 ل 68 ميجا. شانل الرابعة في الجدول اللي لسه موريلك دلوقتي. القناة الرابعة أهو من 61 ل 68 ميجا، من 61 ل 68 ميجا. طيب أنا لما أتك على أختار القناة الرابعة دي، القناه اللي هي ترددها من 61 ل 68 ميجا، يروح ظابط لي الار اف امبليفاير على الباند ويدث ده، يكبر لي المحطه دي، هيعديها لي، هتعدي المحطه دي كده. كم محطه عدت؟ محطه واحده. متاكد؟ اه، لان ظابط التيوند امبليفاير بتاع التيوند سيركت بتاع الار اف امبليفاير دي عند محطه كام؟ من 61 ل 68 ميجا. عدت المحطه دي. في نفس الوقت لما ظبط ده، ظبط اللوكال اوستريتور بتردد معين، بحيث الفرق بينهم يبقى يكون اي اف بتاع الصوت وبتاع الصوره، اي اف صوره والبيكتشر اي اف والساوند اي اف. طيب انا غيرت رايي وعايز اجيب المحطه الخامسه. المحطه الخامسه تردها من كام لكام؟ الخامسه من 174 ل 180 ميجا. يبقى انا مغير وتك على الريموت على القناه الخامسه على التردد ده، يتظبط التيون سيركت بتاعت ار اف امبليفاير على التردد ده، ويتظبط التردد لوكال اوسيلر بحيث يبقى فرقهم هو الاي اف. يبقى انا دلوقتي اي محطه هستقبلها بيتغير تردد التيوند امبليفاير او التيوند سيركت بتاع الار اف امبليفاير مع اللوكال اوسيليتور مع الميكس، ثلاثه مع بعض جنجل يعني مربوطين ببعض، بحيث يطلع في الاخر خالص خارج ايه؟ بيكتشر اي اف، الصوره ترددها اي اف بتاع البيكتشر، والساوند نفس تردد الاي اف. يبقى يستقبل المحطات عالي خالص، اي محطه عايز تستقبلها بعد ما استقبلها بالار اف امبليفاير او التيوند سيركت بتاع الار اف امبليفاير يحولها لاي اف. طيب تسعه دقايق دكتور قايل دلوقتي ان الحاجه اسمها الجيم باند ويدث برودكت قيمه ثابته، صح؟ طب الار اف امبليفاير ده هيكبر كل المحطات، صح؟ ما عشان كده الجيم بتاعه مش عالي، قليل، بس كافي انه يعلي السيجنال تو نويز ريشيو، يحسن السيجنال تو نويز ريشيو، وبالتالي يحل لي مشاكل، فالاشاره تكبر وتخلص. طيب يبقى دلوقتي اللو سيجنال تو نويز ريشيو دي مشكله حلها بالار اف امبليفاير. في تاني، في مشكلتين تانيين، حاجه اسمها اللوكال اوسيليتور راديشن، وحاجه اسمها الايمج فريكوانسي ريجكشن. اللوكال اوسيتر راديشن ده ان الاوسيتر بتاعي اللي هو اللوكال ده بيطلع لي راديشن، فالامبليفاير ده بيكنسله، بيكنسل تاثيره، وهنتكلم عليها دلوقتي. طيب في حاجه اسمها الايمج فريكوانسي. الايمج فريكوانسي ديت تردد اشاره ليها نفس تردد الاي اف، ولو جت من هنا، لو عدت من ده
هتتكبر وكأنها إشارة تلفزيون. طيب يعني الإيمج فريكوانسي دي إشارة لو دخلت على الميكسر هيطلع نفس تردد الواي إف، إشارة مش عايزها أصلا، مش بتاعتي. الإيمج فريكوانسي واللوكال أوسيلاتور ريليشن هتكلم عليهم كمان 5 دقايق بالظبط، كمان جزء قدام شوية عشان نفهمه كويس. يبقى اللي عايز تعرفه دلوقتي ان الار اف امبليفاير بيحل 3 مشاكل: اللو سيجنال تو نويز ريشيو، ان الاشاره جايه السيجنال تو نويز قليله وبالتالي بيحسن السيجنال بالنسبه للنويز فيحسن فيحل مشكله اللو سيجنال تو نويز ريشيو. تاني حاجه بيحل اللوكال اوسيتور راديشن، ان اللوكال اوسيتور بتاع الراديشن فالار اف امبليفاير حل لي المشكله دي كنسلها يعني. تالت حاجه الايمج فريكونسي، موت لي الايمج فريكونسي اللي هو بيسموها ايمج فريكونسي ريجكشن. ايمج فريكوانسي ريجكشن يبقى حل 3 مشاكل: اللو سيجنال تو نويز ريشيو، اللوكال اوسيليتور راديشن، وحل لي ايمج فريكوانسي او عمل لي ايمج فريكوانسي ريجكشن. طيب يبقى احنا قلنا اول حاجه اسمها السوبر هيتيرودين ريسيفر، ده ريسيفر مغاير بيستقبل اكتر من قناه، وعشان يحسن او يخلي الجين عالي قوي ده ما ينفعش، فعمل لي افتكاسه او الفكره او الاختراع بتاع السوبر هيتيرودين ريسيفر ان يحط لي في الداخل ار اف امبليفاير يكبر كل التحطات اللي انا اقدر استقبلها، وفي عنده تيوند سيركت. انا ما بغير التردد او المحطه بتاعتي على الراديو سواء راديو او تلفزيون على قناه مثلا القناه الاولى، يبقى التيوند سيركت بتاع الار اف امبليفاير مع اللوكال اوسيليتور مع الميكس داتا يتظبطوا على القناه الاولى دي، بحيث يبقى خارج الخارج بتاع الميكسر اللي هو طرح اللوكال اوسيليتور مع الار اف امبليفاير هو الاي اف بتاعي، وبالتالي اي محطه انا هستقبلها بس ان هديها جيل قليل عند الار اف امبليفاير كده دخلت كده دخلت الراديو كده، مش عايز ما عنديش محطه ثانيه غير المحطه اللي انا عايزها بس، اقدر احولها بسهوله لاي اف واكبرها بقى. فدايما هتلاقي ان الاي اف امبليفاير بعد الميكسر الجيل بتاعه بيوصل ل 8000 و9000، فالجين بتاعي معظم الجين كله في الاي اف سيكشن. اما نتكلم بالارقام، احنا لسه قايلين دلوقتي ان المحطه الرابعه تمام شانل 4 ترددها من 61 ل 68، فبيقول لي ان الشانل البيكتشر فريكونسي بتاعها 62 وربع، الساوند كارير بتاعها 67 75، فبيتظبط اما بظبط بتك على الزرار بتاع المحطه الرابعه اللوكال اوسيليتور بيتظبط عند كام؟ 115 من 100 ميجا. تمام، الميكسر ده بيطلع الانبوت فريكونسيز يعني ده وده بيطلعوا تاني، والفرق والمجموع بيطلع 4 ترددات، الفرق والمجموع واللي داخلين يعني داخل ار اف ار اف كارير واللوكال اوسيليتور فريكوانسي، ادي 2 داخلين، ويطلع لي بقى الاثنين اللي دخلوا يطلعوا تاني والفرق والمجموع، انا ظابط جواه باند باس فلتر طلع لي الفرق بس، يعني خارج الميكسر ده انا عايزه الفرق فقط. اما تطرح ال 151 من 100 من 62 وربع يطلع لك اللي هو 39.9 38.9 38.9، اما يطرح ال 101 ده 15 من 67 و75 يطلع لي 33.4 33.4 من 10. يعني لما اطرح اللوكال اوسيليتور من الكارير بيتشر كارير والساوند كارير يطلعوا لي الاي اف ساوند والاي اف بيتشر. يبقى انا لما بظبط على المحطه الرابعه مثلا يبقى ده بيتغير وده بيتغير، الاثنين مع بعض بيتغيروا عشان يبقى فرقهم في الاخر هو الاي اف بيتشر او البيتشر اي اف والساوند اي اف. الميكسر بيطلع 4 قيم، الاثنين اللي دخلوا اللي هو الار اف واللوكال اوسيليتور بيطلعوا تاني وفرقهم ومجموعهم. انا دايما ظبطه الميكسر يطلع لي او حط البند باس فلتر فيه يطلع لي الفرق فقط اللي هو الاي اف. بسم الله. لو نكمل بقوله ده السبيكترم، او ده على فكره الاشاره مش عامله كده يعني، ده مش شكل السبيكترم بتاع الإشارة اللي هو تشانل 4، ده حاجة تقريبي كده. ده هنا الباند بتاع 61 68، ده الإشارة تشانل 4 خارج الأوسيليتور أو الميكسر هيبقى كده، ده خارج الميكسر. لاحظ إن كان داخلين البيكتشر فريكونسي هو القليل عند 62 وربع، والبيكتشر اللي هو الكارير فريكونسي هنا والساوند كارير فريكونسي كان هنا، عشان اللوكال أوسيليتور أكبر من الاثنين فما جت راح يتقلبوا البيكتشر يبقى هنا والساوند هنا، لكن الفرق بينهم دايما كام؟ 5.5. لو انا عاوز اخليهم زي ما هم يعني اخلي البيكتشر هو القليل والساوند هو الكبير زي هنا بالظبط، فاهم قصدي؟ ده البيكتشر كارير وده الساوند كارير. الاشارة دي استقبلتها وقفلت خلاص،
كده دي اشاره اللي استقبلتها، هحول الكارير فريكونسي بتاعهم بتاع البيكتشر، احوله من 2.6 وربع احوله ل 8.9 من 10، واحول الساوند كارير من 67.75 ل 33.4 من 10. اما احول كده ده اتعكسوا ليه؟ لان البيكسر او اللوكال اوسيليتور فريكونسي اكبر من الشانل، وبالتالي المطرح يتقلبوا. لو انا عايز اخليهم زي مكانهم، يعني اخلي البيكتشر في مكانه والساوند في مكانه، يعني الساوند اكبر من البيكتشر زي ما كانت الاشاره قبل ما احولها بالميكسنج، لازم اخلي اللوكال اوسيليتور اقل بفرق الاي اف، اخلي اللوكال اوسيليتور اقل بفرق الاي اف. وبس ليه انا عملت الاكبر، ليه خليت اللوكال اوسيليتور اكبر مش اقل؟ عشان شفت الاسباب دول. تمام، بسم الله نكمل. يبقى دلوقتي احنا قلنا اللوكال اوسيليتور فريكوانسي اكبر من الكارير فريكوانسي اللي انا استقبلته، او ار اف كارير فريكوانسي. فعشان كده اما بطرح هتلاقي البيكتشر كارير والساوند كارير اتعكسوا. تمام، هو مفيش اي فرق خالص، مش اي مشكله خالص. بس هو ليه انا عملت البيكتشر كارير اللوكال اوسيليتور اكبر من الكارير فريكوانسي؟ تمام، يبقى دلوقتي انا ليه خليت اللوكال اوسيليتور اكبر؟ عشان اول حاجه the ratio of the highest to lowest radio frequency data local oscillator can generate or must generate. اما النسبه من اكبر تردد هيورده اللوكال اوسيليتور واقل تردد هيورده اللوكال اوسيليتور، اما يكون التردد اعلى هيكون الريشيو قليله قوي بالمقارنه بالعكس. الريشيو بين الهاير فريكوانسي اكبر تردد هيورده اللوكال اوسيليتور واقل تردد هيورده اللوكال اوسيليتور، الريشيو بينهم دي هتبقى قليله قوي في حاله اما يكون اللوكال اوسيليتور اكبر من الكارير، عنها اما يكون حاله اللوكال اوسيليتور اقل من الكارير فريكوانسي. تمام، الحاجه الثانيه it is much easier to design an oscillator that maintains almost a constant output amplitude and sinusoidal wave shape when its overall frequency range is less. يبقى دلوقتي الريشيو دي قليله، اما تبقى قليله هيبقى سهل قوي او اخلي اللوكال اوسيليتور التردد بتاعه الشكل ساين ويف ثابت والامبليتيود ثابت، وده جاستيفايز ذا تشويس اوف هاير لوكال اوسيليتور فريكوانسي. وده اللي بيخلي اختيار دايما ان اللوكال اوسيليتور فريكوانسي يكون اكبر. ده شكل السبيكترم بتاع الاشاره خارج الميكسر. خارج الميكسر اخر حاجه هنقولها النهارده الجزء بتاع الاي اف امبليفاير. ده كده خارج الميكسر هيخش على الاي اف امبليفاير. زي ما قلنا لما كان بيستخدم التيوبس بس كامبليفاير كان بيستخدم مرحلتين او ثلاثه، لان التيوبس كانت بتدي جين عالي قوي، بتدي باور عاليه. لكن لما جه يستخدم ترانزستور استخدم ثلاثه او اربع مراحل. لما بيستخدم اي سي في احدث حاجه خالص بيستخدم هي اي سي واحده بتعمل اي اف امبليفاير ستيج. وزي ما قلت لك ان معظم الامبليفيكيشن والسلكتيفيتي بيتم في الاي اف، يعني الاي اف ستيج ده في مرحله الاي اف هي اللي بتختار بتظبط البند بتاعي مظبوط، اي حاجه تانية مش مرغوبه بيشيلها في عن طريق ال الانجينيرنج بيسموه هندسه الفريكوانسي ريسبونس بتاع الاي اف امبليفاير، يعني تظبيط او تحسين او تعديل الاي اف فريكوانسي ريسبونس، واللي هنشوفه ان شاء الله المحاضره الجايه. الجيم بتاع الاي اف ستيج بيوصل ل 8000، بيبقى داخله حوالي نص ملي فولت وخارجه تقريبا 4 فولت بيك تو بيك. وعشان الانبوت دايما بيتغير بيطلع وينزل، وانا عاوز الخارج بتاعي ثابت بيستخدم حاجه اسمها اوتوماتيك جين كنترول. اوتوماتيك جين كنترول اللي بيظبط الجين عشان يخلي الخارج تقريبا 4 فولت بيك تو بيك مع الفاريشن المحتمل من انبوت فولتج من 50 مايكرو فولت لحد نص فولت. في الفاريشن ده كله بتاع الانبوت هو بيخلي الاوتبوت دايما ثابت 4 فولت بيك تو بيك، فبيستخدم حاجه اسمها الاوتوماتيك جين كنترول. اما الانبوت يزيد الجين يقل، لما الانبوت يقل الجين يزيد، عشان يخلي الخارج دايما ثابت عند تقريبا 4 فولت بيك تو بيك فاليو. احنا خدنا الاسبوع اللي فات ان في الفيستيجال سايد باند الابر سايد باند كله مع جزء من اللور، وبالتالي جزء اللور ده اللي موجود بيبقى متكرر جزء في اللور، لو جزء اللور موجود مع جزء شغله بالظبط في الابر، وبالتالي الجزء ده بيتكبر مرتين. فعشان نعالج المشكله دي عملنا السبيكت او الفريكونسي ريسبونس بتاع الاي اف ستيج. هنا بقى ان شاء الله المحاضره الجايه هنشرح ادي الاي اف ستيج او فريكونسي ريسبونس بتاع الاي اف ستيج.
خلي بالك ده الجزء المايل بتاع اللي كان موجود قبل كده بتاع الفيديو. هنا كان البيكتشر الكارير كان قبل كده كنت انا شارحه وكان هنا، فكان فده الشكل ده انعكس اتقلب. يعني ده اللي ما كان موجود فين؟ الناحية التانية. هجيب صوت دلوقتي نجيبه عشان نفكرك. بسم الله، ده اللي بقولك عليه. ده كده كان هنا، هيطلع اتنين من هنا يبقى الناحية دي، من هنا كان البيكتشر، اما خرج الميكسر ده اتنقل الناحية التانية، فده الاسلوب ده هيبقى موجود من الناحية التانية، لان البيكتشر كارير كان هنا اتنقل بقى الناحية التانية، بقى هو الاكبر. تمام، وده ان شاء الله نكمل فيه المحاضرة الجاية. اشوفكم على خير، السلام عليكم.